بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعظم الأحاديث وأوسعها فائدة وأحوجها إلى العناية والدراسة. يقول البخاري رحمه الله: ليس شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجمع ولا أغنى ولا أكثر من حديث إنما الأعمال بالنيات. ذلك لي كون هذا الحديث يدخل في أبواب العلم كلها ويدخل في الأعمال كلها، فما من عمل إلا لابد له من نية، والنية هي القصد والإرادة والهدف والغرض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال كلها، ظاهرها وباطنها، خفيها وجهرها، كلها بالنية، لا بد لها من نية تصاحبها. والنية هنا المقصود بها نية العمل ونية المعمول به، فلا بد في كل عمل من نية هي قصده وغرضه وغايته، ولا بد أيضا من نية تميز العمل. ولهذا بحث النية يتناول أمرين: الأمر الأول نية المعمول له، وهو أن يكون العمل لله وحده لا شريك له، وهذا هو أصل الدين وأمر الله تعالى به الأولين والآخرين. ونية العمل أي ما المقصود بهذا العمل، ما الذي تريد أن تبرئ ذمتك به من هذا العمل. وهنا يكون التمييز بين الفرائض المتشابهة، فأنت إذا جئت تصلي العصر الآن نويت العصر، فلو لم تنوي العصر لكانت مثل الظهر في الصورة 4 ركعات، فهي تميز الظهر عن العصر، تميز الفرائض بعضها عن بعض، كما أنها تميز بين الفرائض والسنن. ولا بد للعمل من نية، فالصلاة لا بد لها من نية، والصوم لا بد له من نية، والزكاة لا بد لها من نية، والحج لا بد له من نية، بل حتى الأعمال التي تكون من غير غرض ولا قصد في العادة لا يستحضر الإنسان فيها النية، النية تكون سببا لمزيد أجر وفضل وإثابة. لذلك يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس يفعله بعض الناس على وجه التقرب، يعني يصلح بين اثنين لأنهم أصحابه أو لأنهم أقاربه، ولا يستحضر نية العبادة، فهو مأجور على هذا. لكن إذا فعل ذلك طاعة لله كان أعظم، ولذلك قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل الأجر العظيم مرتبا على إيش؟ على أن ينوي. فلا بد أن يلاحظ الإنسان النية في كل عمل، أن يكون عمله لله خالصا. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني صحتها، يعني قبولها، يعني اعتبارها، يعني كل ما يتعلق بها. لا يكون العمل صحيحا ولا مقبولا ولا مثابا عليه ولا معتبرا إلا إذا كان مصاحبا لنية صحيحة سليمة. ولكل امرئ ما نوى، هذا إشارة إلى أن الناس في نواياهم يختلفون، ليسوا على وجه واحد. كلنا قد نقوم بعمل واحد، كلنا جئنا إلى الصلاة في صورتنا واحدة، لكن نوايانا مختلفة،
وهكذا كل الأعمال مختلفة، لا يقصد، ليس فقط في الأصل المقصود، نرجو أن نكون جميعا نقصد الله جل وعلا بعملنا، لكن أيضا في إخلاص العمل درجة هذا القصد مختلفة، ولهذا تتفاوت الأجور بقدر ما يكون في قلوب أصحابها من نوايا صحيحة ومقاصد طيبة. العاملان يكونان في صورة واحدة، لكن بينهما في الأجر والفضل كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. اثنان يسجدان، يكون بينهما هذا ساجد لله وهذا ساجد غير الله، هذا في أسفل سافلين ذاك في أعلى عليين. الصور صورة العمل واحدة أو مختلفة؟ صورة العمل واحدة، لكن ما الذي فرق بين هذا جعل هذا الساجد في أسفل سافلين وذاك في أعلى عليين؟ ما قام في قلبه من قصد، ولذلك قال ولكل امرئ ما نوى، لك من الأجر والثواب والفضل والقبول أو العقاب بقدر ما قام في قلبك من قصد وإرادة. بعد هذا التقعيد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فقال فمن كانت هجرته إلى الله، هذا مثال يبين تفاوت الناس في النية وتفاوتهم في الأجر وتفاوتهم في القبول والفضل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تفخيم وتعظيم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر المرأة على وجه الخصوص لأنها من أعظم مقاصد الدنيا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يذكر عقوبة إنما إلى ما هاجر إليه، فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، لكن الهجرة لله ورسوله هي أعظم المنازل، والهجرة هي انتقال الإنسان من حال السوء إلى حال الصلاح مكانا وحالا، ولذلك الهجرة التي لا تنقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هي هجرة ما نهى الله عنه ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذه الهجرة انقطعت وهي الانتقال من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، لكن الهجرة الباقية هي هجرة ما نهى الله عنه ورسوله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي الصحيح من حديث معقل بن يسار قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، يعني في زمن الفتن، كهجرة إلي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهاجرين بقلوبنا وأعمالنا إلى الله ورسوله، وأن يجعلنا من القائمين بالطاعة والإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.